أن على كل حال هذا المعرض رانا بدأ يوم 1 أفريل إلى غاية 15 أفريل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وينضم إلى يوم العلم 16 أفريل، نظمته وزارة الثقافة بمشاركة المؤسسة الوطنية تاع الكتب تاع لوناك. والمعرض هذا فيه تقريبا 30 دار نشر اللي راهي شاركت هنا في هذا المعرض. جينا شاركنا في المعرض وجبنا معنا عدة منشورات كما راكم تشوفوا، عدة يعني في شتى العناوين في شتى المجالات، وضيف على هذا متوفر لدينا يعني المصحف، مصحف عادي ومصحف بأحكام التجويد وعدة أنواع في المصاحف والأحجام وكذا. أنا نتمنى الأطفال يجيبوا الأولياء إن شاء الله يجيبوا أولادهم في هذا الأسبوع قبل ما يدخلوا المسجد كما نقولوا احنا. اليوم أنا في المعرض رانا نديروا التلوين باش نحوا على خاطرنا في عطلة الربيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. واسمك؟ دعاء. من جيتي دعاء؟ ما بابا نلون. جيتي المعرض بس لوني؟ عجبك الحال هنايا؟ عموما نلاحظ أنه هناك تراجع كبير للمقبلين على قراءة الكتب وخصوصا الكتب الدينية. ماشي نتحكى من المشاركات الأولى اللي كنا نديروهم سواء في المعرض الدولي للكتاب ولا المعارض اللي درناهم الوطنية سابقا. يعني احنا تفاجأنا بالإقبال، الإقبال يعني جد محتشم كما راكم تشوفوا، يعني رانا في اليوم الثالث على كل حال. وحتى الان مازال ما الناس كاين ناس بزاف اللي مازال ما سمعوش بالمعرض هذا، وكان ناقصه فيها شويه الاشهار. وعلى كل حال حنايا رانا نطلبوا من جميع المواطنين والمواطنات باش يتقدموا لهذا المعرض ان شاء الله في اسعار معقوله، ونتمنى ان شاء الله يكون فيها الخير ان شاء الله.